بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في ضيافة كلية، وهذه الحلقة تعتبر من الحلقات التي نعتقد بأنها حلقة متميزة باعتبار أنها تمس واحدة من الخدمات التي تقدمها الجامعة. نحن اليوم في ضيافة المستوصف جامعة أفريقيا العالمية، هذا المستوصف الذي يقدم خدماته للعاملين بالجامعة وكذلك لرواده من خارج الجامعة. نزعت كثيرا بأن يكون في ضيفتنا في هذا البرنامج دكتور حسن سلمان علي، استشاري الباطنية ومدير الوحدة الصحية والطبية بجامعة أفريقيا العالمية أو بمستوصف جامعة أفريقيا العالمية. مرحبا بك دكتور حسن. أهلا مرحبا، السلام والرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الأخ الدكتور محمد على استضافته لنا في هذه الحلقة لعكس نشاط المستوصف أو الوحدة الصحية. وكما عودتنا قناة العالمية دائما هي التي تسعى للناس في أماكنهم لعكس أوجه النشاط التي يقومون بها، والحمد لله نحن في الوحدة الصحية نعمل في صمت، وذلك لطبيعة العمل، يعني طبيعة العمل في المستشفيات يعني الـ 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 الوقت لا يسمح بأنه أنك توصل معلومة عن عملك. الوحدة الصحية بتتكون من مستوصف جامعة أفريقيا والصيدلية، وهي وحدة علاجية خدمية تعليمية، يعني تقدم خدماتها لمنسوبي الجامعة من العمال والأساتذة والطلاب، وأيضا من مرتادي الخدمة الخدمات الطبية للمستوصف من خارج الجامعة في الأحياء المجاورة للمستوصف. نعم طبعا، هذا المستوصف يعني بحكم موقعه وسط منطقة سكنية بيزوروا كثير من الذين هم يقطنون في هذه المنطقة وربما العابرين إلى هذا الطريق. نعم، المستوصف هو في موقع استراتيجي أو موقع في زي ما قلت يعني منطقة ذات كثافة سكانية عالية. يعني الزوار الذين يأتون من الخارج معظمهم من الأماكن القريبة من المستوصف، منطقة السلمة، مايو، المعمورة، أركويت، وحتى المارين بالطريق بالمستوصف أيضا، شارع أفريقيا، بشارع أفريقيا، يعلمون أن هناك مستوصف في هذه المنطقة يقدم خدمات صحية لكل الناس بأسعار مخفضة، واحيانا اسعار واحيانا مجانيه لبعض الحالات الطارئه، فياتون الينا في المستوصف ونقوم بعمل اللازم تجاههم. نعم دكتور حسن، خلينا في البدايه نتعرف على اقسام هذا المستوصف. المستوصف مستوصف الجامعه هو في الحقيقه يتكون من عده اقسام، فيه عيادتين للاطباء العموميين، والأطباء العموميين المستوصف يقدم خدمته في خلال 24 ساعة. يعني في ثلاثة ورديات، الصباح والعصر والسهرة. في خلال 24 ساعة يوجد طبيبين في المستوصف العيادتين، وعندنا قسم بتاع عملية صغيرة. العملية الصغيرة بتقدم خدماتها لمرتادي المستوصف سواء من مسؤولي الجامعة والطلاب أو من خارج المستوصف، مثل الخياطات، الجروح، الغيارات، فتح الخراج، الإصابات الطفيفة. وقسم الأسنان وأيضا يستقبل مرضاه من داخل وخارج المستوصف. قسم الأسنان هو من الأقسام الوحيدة المستثناء من العمل 24 ساعة، فكما تعلم في كل المستشفيات الأسنان طبعا ما تعمل 24 ساعة، لكن احنا بنشتغل لحد الساعة 11 مساء، يعني في مداوم في ورديتين في الأسنان.
وفي ايضا اطباء يقدمون الخدمات العلاجيه للاسنان مثل الخلع والتشخيص المرض وامراض اللثه وخلافه. ايضا هناك المختبر والذي يقوم بالفحص للمرضى الذين يطلب لهم فحوصات معينه بعد ان يمروا بالطبيب المناوب. هو بعض المرضى ياتون بطلب فحوصات من اطباء من خارج المستوصف. نعم. من عيادات او من مستوصفات قريبه من المستوصف. الحمد لله المعمل من المواقع في المستوصف التي تطورت كثيرا جدا. نعم. بفعل الأجهزة الحديثة التي يتمتع بها المستوصف. نعم. والكادر التقني الموجود وكما أشير إلى أنه المستوصف يعمل بإدارة بالتعاون مع إدارة الجودة في ضبط الجودة. نعم. في المحاليل للمحاليل للأجهزة المختلفة يعني. نعم. أسبوعيا بيعملوا حاجة اسمها الكواليتي كنترول. نعم. أو ضبط الجودة للجهاز المعين. نعم. عشان ما يدي قرايات خطأ. فالمعمل فيه قسم المحضرين اللي هو أخذ العينات خارج المعمل، وفي التقنيين أو أخصائي المعمل ديل بيقوموا بفحص العينات. نعم. تقريبا الان نحن نقوم بكل الفحوصات التي حتى لا تتم في المستشفيات الكبرى مثلا. كل الفحوصات من فحص الدم، الملاريا، التايفود، السكر في الدم، البول، الفسحه، فحص وظائف الكلى، فحص وظائف الكبد، فحص الدم للكوليسترول والدهون الثلاثيه، فحص التراكمي، الفحص التراكمي للسكر. نعم. لمتابعة مرضى السكري مع أطبائهم، وأيضا كذلك فحص الفيروسات مثل فحص الإيدز والكبد الوبائي، بنعمل الفحص السريع وإذا طلع بوزيتيف نحول لمستشفى لمعامل كبرى عشان تقوم بالفحص التأكيدي اللي هو فحص الإليزا، وإن شاء الله عما غريب يأتينا حتى هذا الجهاز، جهاز العلاج اللي هو حتى الفحص التأكيدي للإيدز وللكبد الوبائي ممكن أيضا أن يتم داخل المستوصف. يعني دي كل الفحوصات اللي بتتعمل في المستوصف، وكما ذكرت في معمل المستوصف كما ذكرت المستوصف يعمل 24 ساعة، والمعمل أيضا يعمل 24 ساعة. يعني حتى الصباح المعمل يستقبل العينات للمرضى الذين يحولوا من الطبيب. نعم. كذلك هنالك اقسام مثل الاشعه والموجات الصوتيه. هذا بالنسبه للمختبر او المعمل. نعم. الاقسام الاخرى هناك قسم الموجات الصوتيه ورسم القلب. نعم. وهذا ايضا يتم بطلب من الطبيب العمومي او من الاخصائيين. نعم. ويقوم بالموجات بعمل الموجات الصوتيه بكل انواعها، ويقوم بعمليه رسم القلب بالذات في الحالات المستعجله والحالات الزبحات والحالات التاكيديه لامراض القلب المزمنه. هناك ايضا قسم الاشعه ويقوم بعمل صور الاشعه للاصابات وللصدر، للرئه، الاشياء التي يطلبها الطبيب المناوب او التي تاتينا بطلب من خارج المستوصف. نعم. طبعا وهناك ايضا قسم التحصين وهو من الاقسام. نعم. المهمه جدا، وهذا القسم له علاقه ب قسم التحصين في وزارة الصحة الولائية، ويرفع تقاريره شهريا للتحصين في قسم التحصين في وزارة الصحة الولائية، وتأتينا أيضا الأمصار من وزارة الصحة الولائية يقوم بعمل كل التحصينات المطلوبة للأطفال حديثي الولادة ومتابعة التحصينات حتى الجرعة التأكيدية الجرعة التشجيعية بعد اكتمال التحصين للأطفال. أيضا يقوم بها قسم التحصين، وأيضا هذا القسم يشرف على
عملية التغذية بالنسبة للأمهات وتقديم إرشادات للتغذية بالنسبة للأطفال حديث الولادة وحتى العمر بعد أن يبلغ عمر المدرسة مثلا. نعم ما شاء الله، يعني هذه أقسام كبيرة جدا وتخدم يعني حوجات المرضى، والذي يدخل هذا المستوصف بإذن الله يجد العلاج الشافي بإذن الله تعالى. يمكن هذا المستوصف هو ليس وليد اليوم، وبالتأكيد لديه تاريخ يعني يمكن من بداية الجامعة. تذكر لنا مثلا بداية هذا المستوصف؟ قبل أن ننتقل لتاريخ المستوصف، في حاجة من الخدمات اللي بيقدمها المستوصف ما ذكرناها وهي حاجة مهمة، اللي هي عيادة الأخصائيين اليومية. يوميا توجد عيادة أخصائيين في كل التخصصات الكبرى، التخصص الباطنية، تخصص الجراحة، تخصص النساء والتوليد، تخصص الأطفال، ويقوم بها أساتذة من كلية الطب. كل أستاذ عنده يوم بيسجل في المرضى بمعنى يمكن أنك تقابل الطبيب العمومي وتحول مباشرة. نعم، الطبيب العمومي هو الذي يحول. نعم. يعني الطبيب العمومي هو الذي يحول الحالات التي تحتاج لأخصائي، هو الذي يحولها في نفس المكان. في نفس المكان. نعم. والمريض يأتي للمشرف العيادات الأخصائيين ويسجل اسمه، وفي اليوم القادم يقابل الأخصائي المختص بالمرض المعين أو بالتخصص المعين. دي برضو من الخدمات اللي بيقدمها المستوصف، أو من أقسام المستوصف العيادات اللي هي موجودة في الطابق الثاني اللي هو عنابر، لكن نحن نستغله أسي للعيادات الأخصائيين ولأشياء أخرى تعليمية. تطور المستوصف حقيقة، المستوصف كان يعني في تاريخ طويل للمستوصف. نحن وجدناه في الجامعة منذ أن كان وحدة صحية صغيرة عبارة عن غرفتين تقريبا في مبنى كلية التربية حاليا. يعني كان في عام 81 كان أظن في مكتب المسجل، الآن مسجل كلية التربية، كان مكتب كانت تسمى الوحدة الصحية أو الوحدة الطبية، وكان يقوم عليها ممرضين. كان ممرض يصرف الدواء والذي يكتبه الطبيب، ويعطي الحقن ويقوم بالغيارات. وكان هناك طبيب عمومي، وكان الأدوية كانت تأتي عن طريق المنظمات الطوعية وشركات الأدوية. وكان أول طبيب أخصائي مشرف على المستوصف هو بروفيسور مامون حميدة، وزير الصحة الحالي. طول الله بالصحة والعافية، وزير الصحة الولائي. وحتى 83 هو كان الطبيب المشرف للوحدة الصحية بالجامعة. لحد ما انتقلت لمكانها الحالي. الوحدة الصحية تقريبا في ذات الوقت كان كما ذكرت كانت عبارة عن حجرة صغيرة ومكتبين صغار فيهم الممرض والطبيب العمومي، وفيهم الأدوية. قسم الأدوية كان في الأخ طيالة، كان بيقدم الأدوية بالوصفات من الطبيب العمومي ومن الأخصائي اللي هو كان بروفيسور مامون حميدة. كان أيضا يحضر معه بعض الأدوية هو بطريقته لصرفها لمنسوبي الجامعة في ذلك الوقت. في 84 تم نقل المستوصف أو عمل المستوصف في مكانه الحالي، وكان ذلك في عهد الدكتور إبراهيم أبو عباءة. كان مدير الجامعة. كان مدير الجامعة. تم المستوصف، تم نقل المستوصف وبناؤه في نفس الموقع الآن، وكان طابق واحد، طابق أرضي. ومنذ ذلك الوقت تمت تطورات كثيرة في المستوصف من الإدارات المختلفة، إلى أن وصل المستوصف إلى صورته الحالية في عام 2013. في فترة الإدارة الحالية تم
بناء الطابق الثاني وتم تحديث المستوصف وتم إلحاق الصيدلية والتي كانت كانت موجودة في المستوصف وتم إلغاها وتم إلحاق صيدلية جديدة بالمستوصف كانت تفتح على شارع مدني وعلى شارع السلمة كانت في الكورنا تم إزالتها لأن هي دخلت الآن في مساحة المستشفى التعليمي مستشفى دكتور مبيوع التعليمي الصيدلية دخلت في المساحة عشان كده تمت إزالتها ويرجع إلى مكان الصيدلية القديم ومن ذلك الوقت تم تطور المستوصف بإحضار الأجهزة المختلفة كما ذكرنا في بالنسبة للموجات الصوتية ورسم القلب والأشعة والأجهزة التي أحدثت في في المختبر. دعنا نقوم بزيارة الآن لهذا المستوصف من خلال الإفادات التي أفادنا بها الإخوة العاملين في هذا المستوصف. نستمع إلى بعض الإفادات ثم نعود بكم بإذن الله تعالى. العيادات المحولة في الطابق الثاني من المجمع مع عدد من الأخصائيين جراحة ونساء وأطفال وعظام ومسالك ونساء ولادة والحمد لله العمل مستمر بطريقة جيدة خارج الجامعة وداخل الجامعة في الفترة الصباحية كما أقوم بجمع الرعايات الطبية من الأخوة العاملين بالجامعة لفحصها وتوقيع مرب حسن وتوقيع ورسالة إلى الحسابات العمل اللازم. طبعا هنا قسم الأشعة بيقدم لنا خدمة كبيرة سواء للمنتسبين لجامعة أفريقيا أو بالنسبة للناس اللي بيجوا كمرضى خارجيين. هنا قسم الأشعة عندنا بيقدم أفلام الأشعة العادية. ده جهاز للأشعة جهاز بسيط هو ماركة شيماتزو. بيقدم لنا الأفلام بالنسبة لصور الأطراف وصور الجمجمة صور الرأس وصور الصدر برضو يعني متحرك في محورين محور أفقي ومحور رأسي حاليا هو نحن بنشتغل بجهاز تحميض عادي للجهاز ده لكن بيقدم لنا خدمة كافية جدا لكافة الحوادث وكافة الحالات اللي بتجي داخل المستوصف جهاز رسم القلب يسموه 12 ليد هو جهاز بسيط يعني بيشخص لنا الحالات لآلام الصدر كلها آلام الصدر عشان يفرقوا بيناتهم يعني لو كان ألم في القلب ولا ألم عضلي ولا كده وأكتر شيء للناس اللي يعني الناس اللي عندهم أصلا يعني ضربات زايدة لو كان في ضربات زايدة في القلب لو كان في ياهو آلام الصدر كلها يعني نحن الآن في عيادة الأسنان في مستوصف جامعة أفريقيا العالمية هذه العيادة تعتبر جزء من عيادات الأسنان في جامعة أفريقيا بصورة عامة وهي تعتبر عيادة خارجية لعيادات كلية طب الأسنان في هذه العيادة يتم الكشف والفحص لجميع المرضى ويتم تقييم الحالة وتشخيصها ويتم العلاج في حدود إمكانيات العيادة وتحول بقية الحالات للجهات المختصة برنامج عملنا هو مستمر 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بنقدم خدمات لكل المنسوبين حتى اللي بيجوا من برا بيتلقوا العلاج بتاعهم هنا كاملا متكون من عيادة معمل متكامل عملية صغيرة وباقي الحاجات المطلوبة في كل المستوصفات الكبيرة المستوصف بيشتغل خلال 24 ساعة بيوفر كل الخدمات الموجودة من أشعة من أسنان من معمل
وكمان موجود فيه كل يوم عندنا عيادات محولة لجميع الأخصائيين، في أخصائيين أطفال، في باطنية، في نساء وتوليد، في أخصائيين جراحة، كل يوم في أخصائيين. نحن هنا في العملية الحمد لله رب العالمين نقدم خدمات أيضا للطلاب والعاملين وسرهم من غيار، نظافة الجروح، خياطة الجروح، ختان أطفال. يستقبل هذا المعمل كل أنواع الفحوصات التي يطلبها الأطباء بالمستوصف، وهو مزود بأجهزة حديثة تساعد في إخراج نتائج الفحوصات بصورة دقيقة وسريعة. هذا القسم من أهم أقسام الرعاية الصحية الأولية، وهذا القسم يقوم بدور التحصين ويستقبل كل الفئات العمرية للأطفال، كما يقوم القسم برعاية النساء الحوامل. الصيدلية افتتحت منذ زمن بعيد، وهي تقوم بتوفير الأدوية وكل المستلزمات الطبية. بالنسبة هناك خدمة للعاملين بالجامعة وفق سيستم معين، وأيضا هي توفر الخدمة للمواطنين. فالدوام الصيدلية بيستمر على دوامين من الفترة الصباحية والفترة المسائية. في والإصطاف متكون من الصيادلة ومن المساعدين الصيادلة ومن المشرفين ومن الإداريين. والصيدلة بتقوم بتوفير كل الأدوية، وبتقوم بتوفير الأدوية الطوارئ بالنسبة لحالات الطوارئ. هناك طبعا هناك ارتباط بين إدارة الجامعة والكلية الصيدلة وإدارة المستوصف، في حيث أنه كلنا بنقوم مع بعض بخدمة المواطن، يعني سواء كان العامل بجامعة أو المواطن الخارجي. حتى بتقوم بخدمة الطلبة، عندنا طبعا نظام تدريبي بالنسبة للطلبة في جامعة أفريقيا، فقبل الطالب أن يتخرج عنده سيستم معين من ضمن البرنامج الدراسي، فعنده بعض المحاضرات بعض الدروس بيجي يتلقاها هنا من داخل الصيدلية، غير أنه بمر على كل الأدوية، كيف يتعامل مع المرضى، كيفية صرف الدواء، كيفية قراءة الروشتة. وإن شاء الله طالب يتخرج عنده خبرة عملية. مرحبا بكم مرة أخرى. نحن ما زلنا في برنامج في ضيافة كلية مع مستوصف جامعة إفريقيا العالمية. نشكر كل الإخوة الذين أفادونا في الفقرة الفائتة، والحقيقة نحن نحيي كل العاملين بمستوصف جامعة إفريقيا العالمية، وهم يقدمون خدمات جليلة طوال 24 ساعة لمستخدمي هذا المستوصف من داخل الجامعة وكذلك من خارجها. وهذا التصوير كان في الوردية النهارية. نحيي كل العاملين على مستوى الورديات الثلاثة التي ذكرها دكتور حسن. دكتور حسن مرحبا بك مرة ثانية، ونحن قطعنا تواصلنا مع تطورات هذا المستوصف. نحن خلال زيارتنا لهذا المستوصف شاهدنا في الطابق العلوي بعض العنابر، كأنما هنالك نية في مسألة التنويم في هذا المستوصف في بعض الحالات. نعم. المستوصف عندما تم بناء الطابق الثاني كانت هناك نية أن يحول إلى مستشفى تعليمي وتلحق بالعنابر غرف عمليات وغرف ولادة، ولكن ساحة المستوصف كانت لا تسمح بكل هذه الأشياء، فتم صرف النظر عن المستشفى وتم إقامة مستشفى منفصل بجوار المستوصف اللي هو مستشفى دكتور مبيوع التعليمي. الطابق العلوي هو يتكون من عنابر، فيه 7 عنابر سعة 50 سرير، وهذا الطابق
بالإضافة إلى أنه الآن يعمل به الأخصائيين في العيادات المحولة، عيادات الأخصائيين المحولة يوميا. أيضا يستقبل الطلاب كما ذكرنا في البداية أنه هو مستوصف تعليمي، يعني المستوصف خدمي تعليمي علاجي. يتم تدريب الطلاب في الطابق العلوي في العنابر المختلفة كأنهم في مستشفى. يؤتى بالمرضى من العيادات المحولة للمستشفيات الحكومية المختلفة في كل مستشفيات العاصمة، ويأتوا بهم الأخصائيين والأساتذة في كلية الطب وكلية التمريض والمختبرات، ويأتي المرضى ويأتي الطلبة يوميا تقريبا هناك، أو أكثر من 3 يوم في الأسبوع هناك حلقات تدريبية تتم في الطابق العلوي. يأتي المرضى ذوي الأمراض المزمنة الذين عليهم علامات مرضية ظاهرة، يستطيع الطالب أن يشخصها بيده وباستعمال السماعة وغيره من الآلات التي يتم الكشف بها على المريض. ويأتي الأستاذ وتتم مناقشة الحالة، ويصحح الأستاذ الطلبة بالنسبة لكيف يكشفون على المريض وكيف يستطيعون أن يشخصوا ويصهروا العلامات المرضية التي تميز كل مرض حتى يصلوا للتشخيص السريري والذي يتبعه التشخيص المعملي والصور وغيرها. الطابق العلوي أيضا يستقبل فعاليات أخرى، مثلا يعني كان عندنا كل الفعاليات التي تمت في المستوصف، أذكر برنامج مكافحة سرطان الثدي اللي هو كانت على رأسه الأخت دكتورة هند مامون بحيري، وننتهز هذه الفرصة لنهنئها على الجائزة العالمية التي نالتها مؤخرا، وهي أكبر جائزة تقدم لطبيب أو لشخص يشرف على جمعية ضغط الدم. هي مشرفة أيضا على جمعية ضغط الدم في الخارج. هذا الطابق يستقبل أيضا مرضى سرطان الثدي ومرضى ضغط الدم في الحملات بتاعة التوعية وحملات الكشف السريري على مرضى ضغط الدم ومرضى سرطان الثدي، حتى كان به هناك طبيبان عموميان يعملان على مدار العام لاستقبال أثناء حملة سرطان الثدي، لاستقبال النساء اللائي يسجلن للكشف لسرطان الثدي، ويقومون بالتالي لتحويلهم للأخصائي جراحة، والذين بدورهم يقومون بالتشخيص ومن ثم العلاج بعد ذلك سواء كان جراحي أو كيميائي أو غيره. نعم دكتور حسن، ما أظن نحن نتحدث عن التدريب الذي يجده طلاب الجامعة في كلياتها العلمية المختلفة. معروف أن جامعة أفريقيا تتميز بالتنوع، وأنها لا تخدم السودان فقط ولكن تخدم العالم كله من خلال التنوع الموجود في الطلاب. وبالتالي هذا المستوصف يقدم خدمة للعالم من خلال تدريب هؤلاء الطلاب. نعم كل الطلبة المتدربين في كلية الطب في كل أقسامها في المراحل السريرية وحتى المراحل القبل السريرية أيضا يأتون مرات للتدريب وللامتحانات. الامتحانات كلها تتم في هذا الطابق، الامتحانات السريرية للمرحلة، الامتحانات السريرية للمرحلة القبل السريرية، الامتحانات العملية. الطلبة من مختلف أنحاء العالم ويتعاملون مع المرضى السودانيين بمهنية عالية طبعا بعد تدريسهم هذه في مقررات الطب كيف يتعامل الطالب مع المريض، وأيضا بعد تدريسهم اللغة العربية. نعم صحيح. واللي كانت بتواجههم مشكلة التواصل مع المريض والذي دائما طبعا بيتحدث بالعامية السودانية الموغلة في العامية حتى العامية الإقليمية، لكن
احتكاكم بالمرضى، لانهم هم لا يتدربوا فقط في 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 المستوصف، انما يمرون على كل مستشفيات العاصمه ولهم تعاقدات في معظم مستشفيات العاصمه. نعم. يمرون على اخصائيين بمستشفى ابراهيم مالك. نعم. يمرون على اخصائيين بمستشفى احمد قاسم، يمرون على اخصائيين بمستشفى الشعب، يمرون على اخصائيين بمستشفى درمان، يمرون على اخصائيين بمستشفى التركي. ففي كل هذه المستشفيات تعودوا انهم يتعاملوا مع المرضى السودانيين وياخذوا ويحطوا مع المريض حتى يصلوا الى 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 التشخيص السريري. وهم يعني من المتميزين، يعني الطلبة الأجانب يعني في كلية الطب من الطلبة المتميزين جدا، وعندهم نشاط وجد وعندهم همة للتعلم، ودائما عندما يرجعوا بلدهم يكونوا على تواصل معنا كأساس بالنسبة لهم. كما أن لهم أيضا جمعية الطلاب الخريجي كلية الطب، وعندهم جمعية الأفريقية الطبية، جمعية الطبية الأفريقية. نعم. ويعني على تواصل بالمستوصف، حتى مرات أنشطتهم أيضا يأتوا للمستوصف ونسمح لهم بالقيام بالأنشطة ويساعدون أيضا في بعض الأنشطة. ذكرنا زي ما قلنا في حملة ضغط الدم، جمعية ضغط الدم اللي هو كان بإشراف بروفيسور ابتسام محمد علي، والآن هو بإشراف دكتورة هند. نعم. وأيضا جمعية سرطان الثدي بإشراف دكتورة هند. أيضا هؤلاء الطلبة يقومون بمساعدة الغائمين على الحملات في هذه الجمعيات. نعم. بمساعدة الأطباء بالكشف أيضا على المرضى والأخذ التاريخ المرضي منهم، كما قاموا أيضا بزيارة لمعظم الأغاليم، يعني في جمعية ضغط الدم تقريبا غطت معظم أغاليم السودان. نعم. يعني وكان أيضا في رفقتها طلبة من دول مختلفة يعني في كل الطب. نعم. دكتور حسن، نحن تحدثنا عن موقع هذا المستوصف وسط منطقة سكنية ومجموعة من الأحياء الشعبية الموجودة بهذه المنطقة، بالتالي بيكون لديكم إحصاءات عن أو إحصائيات عن عدد المترددين على هذا المستوصف، سواء كان من داخل الجامعة أو من خارج الجامعة. يعني في رأيكم مدى إقبال هؤلاء المواطنين بالنسبة للعدد المترددين على المستوصف من داخل وخارج الجامعة؟ طبعا عدد المترددين العدد أكبر هو من منتسبي الجامعة، من العمال والموظفين والأساتذة والطلاب، باعتبارهم هم المستفيدين من الخدمات العلاجية أو خدمات الوحدة العلاجية. لكن أيضا يأتون مرضى من خارج المستوصف، يعني في كل المناوبات، في المناوبة الصباحية وفي الظهر وفي المناوبة المسائية. التردد كان في بداية المستوصف، يعني أنا استلمت في المستوصف في نهاية 2015، كان تقريبا العدد كان 800 مريض لألف مريض في الشهر. الآن وصل عدد المرضى الشهري إلى 4000 بين 4000 إلى 5000 مريض في الشهر، بمعدل 150 إلى 200 مريض في اليوم. نعم. هذول المترددين على المستوصف، وبيقوموا بمقابلة الطبيب العمومي. طبعا هذه النسبة بتزيد في بعض الحالات، مثلا في بداية الفصل الدراسي مثلا. نعم، في 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 بعض المواسم تكون فيها الزيادة. مثلا في الشهر السابق شهر أغسطس كان عدد المترددين على المستوصف أكثر من 10000 متردد. نعم. فيهم 6000 ديل طلاب الجدد بيأتوا للكشف الطبي. أيضا الكشف الطبي هذه معلومة أيضا مهمة، أنه يتم داخل المستوصف
يعني منذ أن بدأ المستوصف في تقديم خدماته، الكشف الطبي يتم لكل الطلاب الجدد في داخل المستوصف على امتداد فترة التسجيل لحد ما ينتهي تسجيل الطلاب. كل الطلاب الجدد يأتوا للمستوصف ويتم الكشف الطبي عليهم بواسطة الأطباء العموميين. وفي الشهر الماضي بلغ عدد المترددين 10,000، فيهم تقريبا 6,000 طالب ديل كشف طبي. نعم. بالنسبة للطلاب الجدد 4,000 ديل مترددين مرضى. نحن في الحقيقة نثمن الجهود الذي يقوم بها هذا المستوصف في خدمة منتسبي الجامعة وكذلك من هم في خارج الجامعة. نواصل محاورنا إن شاء الله مع دكتور حسن سلمان علي مدير مستوصف جامعة أفريقيا العالمية بعد هذا الفاصل. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الأكارم، ونحن ما زلنا معكم في برنامج في ضيافة كلية. هذه الحلقة التي نستضيف فيها الدكتور حسن سلمان علي مدير مستوصف جامعة إفريقيا العالمية واستشاري الطب الباطني بكلية الطب جامعة إفريقيا العالمية. مرحبا بك دكتور حسن مرة أخرى. وفي الحقيقة يمكن بصفة عامة نريد أن نتحدث عن وجود مثل هذه المستوصفات والوحدات العلاجية في مثل هذه المناطق. نعم، هو المستوصف يقوم تقريبا بدور مستشفى تقريبا. نعم. إذا صنفنا ممكن يقوم بدور مستشفى، لكن لا يجري عمليات، لا يتم فيه تنويم، لا يتم فيه إناء، ولكنه يقدم خدماته لمنتسبي الجامعة ولل المرضى القادمين من خارج الجامعة، بما فيها العمليات الصغيرة مثل خياطة الجروح وفتح الخراجات والغيارات وخلافه. وأيضا يتم فيه تنويم لمدة 24 ساعة. لو لاحظت في المستوصف في غرفتين بتاعة انتظار، في غرفة حريمات وغرفة رجال. الحالات التي تستدعي تنويم لمدة 40 ساعة لأخذ دريبات وحقن وريدية، أو حالات الأزمة مثلا التي تحتاج لجهاز البخاخ بتاع الأزمة والأدوية الوريدية الأخرى، أيضا يتم تنويمهم لعدة ساعات، وبعض المرات يمتد لـ 24 ساعة. وعندما يشفى المريض يتم تخريجه ويعاود المتابعة في العيادات المحولة مع الأخصائيين المختصين في المرض المحدد. المستوصف يتعامل مع المرضى باعتبارهم يأتوا إلى المستوصف مباشرة، ويفترض أن يكون هناك مراكز صحية. والسياسة وزارة الصحة الولاية الآن تقوم على نظام الصحة صحة الرعاية الصحية الأولية، اللي هي بتكون في مراكز صحية المفروض يزور المريض أولا، يتم تشخيص حالته، إذا كانت حالة خفيفة تعالج في المركز الصحي ويعطى الدواء، وإذا كانت حالة تحتاج إلى تحويل يحول إلى مستشفى كبير أو مستشفى تعليمي. حتى المستشفى التعليمي أيضا إذا كانت حالة المريض تحتاج إلى مستشفى تخصصي يتم تحويله إلى مستشفى تخصصي لمزيد من الفحوصات والعلاجات والعمليات، وسموه تيرشري هوسبيتال، زي مستشفى مثلا ابن سينا، أحمد قاسم. نعم. وهكذا. فالمراكز الصحية لأنها لا تعمل ليلا، نحن مثل المراكز الصحية ولكن نعمل 24 ساعة. نعم. هذا هو الذي يميزنا على المراكز الصحية، ونقدم خدمات أكثر
وبإمكانيات أكثر من المركز الصحية. المرضى الذين يأتون معظمهم يأتون في الفترة المسائية لأنهم لا يجدوا مراكز صحية تستقبل مرضى بالعناية. نادر في مراكز صحية بتستقبل المرضى على مدار 24 ساعة، لكن قد تكون بعيدة من أماكن سكنهم، فيأتون مباشرة للمستصف ويتلقون العلاج. وبالمناسبة يعني الأطباء العموميين الذين يعملون في المستصف يعني تلقوا إشادات من المواطنين، يعني مواطنين كثيرين من الخارج كان بيجوا مستصف، كان بيسألهم أنتوا ليه ما بتمشوا المركز الصحي الفلاني في المركز الصحي السلامة أو مركز صحي عمر بن الخطاب، أو ليه ما بتمشوا مستشفيات خاصة قريبة. فكانوا بيشيدوا بالمعاملة التي يجدونها في مستصف الجامعة من الأطباء المناوبين، فكانوا بيقولوا إنه المعاملة والاستقبال اللي بيجدوه من العاملين الأطباء والكادر الطبي من الممرضين ومن المعمل والخدمة اللي بيجدوها دي يعني ما بيجدوها في المراكز الصحية أو الأماكن الأخرى. فهذه أيضا من الأشياء التي خلقت لنا سمعة حسنة وسط المنطقة. وهذه تحتاج منكم إشادة بالكادر الطبي الذي يعاملكم في هذه الوحدة. الحمد لله هو كادر مؤهل، ومعظم من أبنائنا خريجي كلية الطب جامعة أفريقيا، عملوا فترات طويلة ومعظمهم فيهم كثيرين يعني الآن هم نواب أخصائيين، يعني نالوا الجزء الأول من الدكتورة السريرية، وفيهم من نال الجزء الأول من الزمالة البريطانية أو البورد الأمريكي، ويعملون كأطباء عموميين في 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 المستصف، يستقبلون كل الحالات. ونحن نشكرهم كذلك على صبرهم علينا حينما نزورهم للاستشفاء، وكل إخواننا في جامعة أفريقيا العالمية وكذلك القادمين من خارج جامعة أفريقيا العالمية. دكتور حسن، ما دمنا نحن نتحدث عن أنه هنالك تحويل للمرضى وكذا، نريد أن نتعرف على علاقات المركز الصحي بالوحدات الأخرى. المركز الصحي يقوم بتحويل الحالات كل حسب مرضه، مثلا الحالات القلب جينا بيعمل ليها الطبيب المناوب، بيعمل ليها الفحص السريري والكشف السريري، وبيعمل ليها الفحص المعملي ورسم القلب إذا تأكد له بأنه هذا المريض يحتاج مثلا إلى عناية قلب مكثفة، يتم تحويله. لدينا إسعاف جاهز أيضا يعمل 24 ساعة في خدمة المرضى، يتم تحويل هذا المريض إلى العناية المكثفة للقلب، ويقوم أحد الأطباء بمرافقة الطبيب حتى يتم تسليمه لوحدة عناية القلب، ويطمئن على دخوله واستلامه بواسطة الأطباء المناوبين في عناية القلب. أيضا الحالات التي تستدعي تنويم يتم تحويلها إلى مستشفى إبراهيم مالك. تنويم أكثر من 24 ساعة. تنويم أكثر من 24 ساعة. نعم. يعني هناك حالات كثيرة يتم تحتاج إلى تنويم 24 ساعة، حالات باطنية وحالات أطفال، وأيضا الحالات الجراحية وحالات النساء والتوليد التي تأتي للمستصف وتحتاج لتنويم في مستشفيات يتم تحويلها من قبل الطبيب المناوب إلى المستشفى الأقرب لنا اللي هو مستشفى إبراهيم مالك. إذا كانت هناك مستشفيات تخصصية أخرى ممكن الطبيب يحاول أيضا حسب خبرته وحسب علاقاته نوعية المرض نفسه يعني. والإسعاف موجود في خلال 24 ساعة، يقوم بنقل المرضى من المستوصف إلى المستشفيات التعليمية. أيضا هناك نقطة بالنسبة للطلبة، الطلبة أيضا يتم تنويمهم بالمستشفيات التعليمية. كل طلبة الجامعة تقريبا من ضمن إجراءات التسجيل للقبول هناك إجراء التأمين الصحي، فمعظم أو كل طلبة الجامعة مؤمن عليهم صحيا. والتأمين الصحي الولائي، وكل الطلبة يحملون بطاقة التأمين الصحي. تأتينا الحالات الطارئة نعالجها مجانا،
الحالات التي تحتاج إلى تنويم يذهبون بالإسعاف إلى المستشفيات اللي فيها تأمين صحي، ومستشفى إبراهيم مالك هو المستشفى الأكبر الذي يستقبل أكبر عدد من المرضى المحولين من المستوصف، سواء كان حالات جراحية، حالات باطنية، نساء وتوليد أو خلافه. نعم. يمكن من خلال هذا اللقاء معك ومن خلال الإفادات التي قالها الإخوة في المستوصف أنه هنالك مستشفى قادم أكثر تطورا وتطوير لهذه الوحدة الصحية، يمكن أن تعطينا بعض المعلومات عن الرؤية المستقبلية وهذا المستشفى القادم بإذن الله تعالى. نعم، هناك مستشفى دكتور مبيوع التعليمي. نعم. هذا المستشفى الآن هو خرج عن في وطابق تحت الأرض. نعم. بدرون، وفي وطابق أول وطابق ثاني، وأيضا هناك إمكانية طابق ثالث. الطابق تحت الأرض أو البدرون هو الطابق يشتمل على التشخيص أو يسمى المركز التشخيصي، يحتوي على الأشعة التشخيصية وعلى رنين مغناطيسي وعلى أشعة مقطعية بالكمبيوتر وموجات صوتية، ويقوم عليه أخصائيين مختصين في هذا المجال وتقنيين مؤهلين. الطابق الأرضي بعد البدرون فيه قسم الحوادث والطوارئ، قسم الطوارئ وقسم العيادات المحولة وقسم الحوادث، وفي أيضا قسم عملية النساء والتوليد وقسم الولادة، وفيه أيضا قسم العناية المكثفة. وهذه متوقع إن شاء الله أن تتم في خلال العام القادم إن شاء الله، لو ربنا يسر الأمور. إن شاء الله الطابق دي المرحلة الأولى من مستشفى مبيوع. مستشفى مبيوع ساعته 120 سرير بالإضافة إلى 50 سرير في المستوصف، تقريبا 170 سرير. دي السعة السريرية لمستشفى مبيوع، وفي كل التخصصات الكبيرة من باطنية وجراحة، جراحة بمختلف أنواعها، ونساء توليد وعظام وأطفال، وفيه أيضا أطفال حديثي الولادة وحضانات، وفيه قسم بتاع عناية مكثفة، وفيه أكسجين مركزي لكل الغرف، وفي قسم العمليات وقسم التخدير، وفيه أسانسيرات لنقل المرضى من الطوابق العليا إلى البدرون للمركز التشخيصي وإلى الطابق الأول وإلى غرفهم. وهو مستشفى متكامل، وإن شاء الله يكون من المستشفيات يعني المتطورة. يعني نحن بدأنا من حيث انتهى الآخرون زي ما أقول إن شاء الله، ونأمل يعني هو لأسباب فنية كان يفترض أنه في هذا العام تتم هذه الأشياء ولكن تأخرت، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أنه العام القادم 2019 يعني تم تقريبا وضع ميزانية للإصطاف المشغل للمرحلة الأولى للمستوصف. نعم. وتم أيضا حصر الـ الأجهزة التي يحتاجها المستوصف بواسطة لجان من كلية الطب ومن عمدة التدريب الطبي والإخوة في الشؤون الهندسية والإخوة في قسم الاستثمار والموارد. نعم. برأس الدكتور جحفر بعده، وهم الآن في 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 طريقة استجلاب الأجهزة، وإن شاء الله المستوصف المستشفى التعليمي يرى النور في 2019، نتمنى ذلك إن شاء الله. هناك نقطة نسينا أن نتحدث عنها، اللي هي ودي أهم حاجة الآن بيقوم بها المستوصف، مع أنها هي عبء كبير على المستوصف، لكنها بتخدم كل الكليات الطبية. نعم. اللي هي المستشفى المركز الامتحانات. نعم. مركز الامتحانات هو الطابق الأول كما قلنا، الطابق الأول هو عيادات للمحول الأخصائيين. نعم. وفيه تدريب الطلبة الأسبوعي،
وفيه أيضا الامتحانات السريرية والامتحانات الطلاب لبعض الكورسات القبل السريرية للطلاب وجود مرضى. فالامتحانات تتم شهريا أو كل نهاية فصل دراسي بتتم الامتحانات السريرية، يجلب لها ممتحنون من خارج الجامعة من الجامعات المختلفة ومعه ممتحن خارجي رئيسي، ويتم تقسيم المستوصف ببارتيشنات لعدد الحالات التي يمتحن فيها الطلبة. نعم. ويتم إحضار المرضى بواسطة الأخصائيين في التخصص المعين سواء كان باطنية أو جراحة أو نساء وتوليد أو أطفال، وتتم عملية الامتحان السريري بواسطة الأخصائيين والأساتذة من الجامعات الأخرى وممتحن خارجي يمثل مجلس التخصصات الطبية والمجلس الطبي ويرفع تقرير عن الامتحان وعن المكان ذاته للامتحان، هل هو مكان مناسب للامتحان السريري أم غير مناسب، وكل التقارير التي رفعت أشادت بأنه الامتحان هو فعلا مركز امتحانات سريري مناسب للامتحانات السريرية ومعتمد من المجلس الطبي ومن مجلس التخصصات الطبية. نحن في الحقيقة نتمنى لإدارة الجامعة أن توفق في مستشفى بروف مبيوع، ونترحم على بروف مبيوع الذي قدم لهذا البلد ولغيره الكثير من العلم في مجال الطب وكثير خدمات خصوصا في مجال طب الأطفال، ونتمنى لكل القائمين على المستشفى وعلى رؤساء اللجان وعلى الوحدات المعينة في هذا العمل التوفيق بإذن الله تعالى. نحن في الحقيقة شاكرين جدا لك دكتور حسن سلمان. أهلا علي، شكرا دكتور محمد، نتمنى لكم التوفيق، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ونحن شاكرين ومقدرين لعكس مجهوداتنا التي نبتغي بها وجه الله إن شاء الله، وأنتم تحكسوا عشان يعرفوا الناس يعني كيف الشغل ماشي في المستوصف وشنو اللي بيتعمل في المستوصف، يعني حاليا اللي بيتم في المستوصف شنو. يعني الناس معظم الناس ما عارفين طريقة الامتحانات، الكشف السريري. صحيح. الكشف الطبي للطلاب الجدد، ونتمنى من منسوبي الجامعة والعمال انه التعاون مع الاطباء العموميين والاصطاف الموجود في المستوصف عشان كلهم بيتلقوا العلاج وكلهم عندهم بطاقات صحية. نعم. نعم. بيتلقوا فيها العلاج المجاني في المستوصف. صحيح. هذا المستوصف نحن نذكر بأنه يقع في تقاطع شارع أفريقيا مع شارع السلمة، وهو موقع متميز جدا وبه كثير من الخدمات، وإن شاء الله في القريب العاجل يتطور هذا المستوصف إلى مستشفى يخدم كل هذه المنطقة ويخدم كذلك السودان عموما. نحن شاكرين جدا لدكتور حسن سلمان علي الاستشاري بكلية الطب، استشاري باطنية بكلية الطب ومدير مستوصف جامعة أفريقيا العالمية، والشكر موصول لك عزيزي المشاهد، وحتى نلتقي بكم مرة أخرى لكم مني أجمل المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.